السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ اليوم محاضرة جديدة ضمن سلسلة محاضرات التقنيات الجغرافية، وستكون بعنوان الخريطة عناصرها وأنواعها. بداية لابد أن نعرف بشكل سريع مساقط الخرائط التي تتمثل بالأشكال التالية. لدينا مسقط اسطواني ومسقط مستوي ومسقط مخروطي. هذه هي أهم الثلاث أنواع المستخدمة في الخرائط. هذا توضيح للمسقط المستوي، وسنأتي على تفاصيل استخدامه في الشرائح القادمة. لدينا هنا المساقط المخروطية، وهي المساقط التي تكون فيها لوحة الرسم على شكل مخروط أو كون، وتوضع على نموذج الكرة الأرضية فوق أحد القطبين. أما المساقط الاسطوانية فهي التي تكون فيها لوحة الرسم محيطة بنموذج الكرة الأرضية في شكل اسطوانة، وتكون ملامسة لها عند دائرة الاستواء. هذا الفرق بين المسقط المخروطي والاسطواني. المساقط المستوية، ويطلق عليها السمتية أيضا، هي المساقط التي تكون فيها لوحة الرسم مماسة لنموذج سطح الكرة عند أحد القطبين أو دائرة الاستواء أو عند دائرة من دوائر العرض. متى تستخدم المساقط المستوية أو السمتية؟ تستخدم بشكل خاص في رسم خرائط نصف الكرة الأرضية من أجل إظهار القطبين بالشكل المناسب، لأنها تصلح لتمثيل الأقطاب أكثر من غيرها. متى نستخدم المساقط المخروطية؟ تستخدم في رسم خرائط الدول الواقعة على خطوط العرض المتوسطة ذات المساحة الواسعة، والتي لها امتداد شرقي غربي. أما المساقط الاسطوانية فتستخدم في رسم خرائط الدول والمناطق الاستوائية، وكذلك في رسم الخرائط الملاحية البحرية والجوية للدول بسبب الاتجاهات الصحيحة التي يمكن تحقيقها بها، مضبوطة لأنه في تحديد الاتجاهات والمسارات. هناك أيضا عيوب للمساقط الاسطوانية. يزداد نسبة التشوه في هذا النوع من المساقط كلما اتجهنا نحو القطبين. مسقط ميركاتور هو أشهر أنواع مساقط الخرائط على المستوى العالمي، ويرمز له باختصار UTM، ويستخدم في خرائط كثير من دول العالم، كما زادت أهميته في السنوات الأخيرة بسبب استخدامه في أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي GPS. إسقاط ميركاتور المستعرض العالمي UTM عبارة عن إسقاط تطابقي، مما يعني أن قياسات الزوايا التي تتم على سطح المسقط تكون حقيقية، وهذا ما يجعل هذا الإسقاط يحافظ على صحة الاتجاهات، لهذا يستخدم في الخرائط الملاحية. الإسقاط مبني على أساس استخدام اسطوانة ذات محيط أقل من محيط الأرض، ثم تفرد هذه الأسطوانة لتكون السطح المسقط عليه. إسقاط ميركاتور المستعرض العالم UTM يغطي العالم بين دائرة عرض 80 شمالا ودائرة عرض 80 جنوبا. إذا أردنا أن نلخص أمثلة لكل من المساقط الآتية: المخروطي، المسقط المخروطي
مسقط لامبرت المخروطي المتطابق، المساقط الاسطوانية مسقط مركيتر المستعرض العالمي، المستوي أو السمتي المسقط المتساوي المساحات. هناك عناصر أساسية لابد أن تتوفر في أي خريطة لتصبح خريطة بشكل رسمي. أول شيء هو عنوان الخريطة، يجب أن تحتوي على عنوان الخريطة. لابد أن تحتوي على نظام إحداثيات جغرافية، فبدون هاي النظام الإحداثي ليس لدينا خريطة، لدينا صورة فقط. لابد أن تتجه الخريطة إلى الشمال ويوضع إشارة للشمال الجغرافي لكي يعرف المستخدم كيفية توجيهها. الخريطة لابد أن تحتوي على رموز أو سيمبولز، تحتوي أيضا على أسماء للمعالم والظواهر الجغرافية. الخريطة من الأشياء الجمالية فيها والنظامية أن يكون لها إطار، ولابد أن يكون لها مفتاح خريطة أو دليل لنعرف ما هي هذه الرموز. وأهم شيء طبعا هو مقياس رسم الخريطة، لابد أن يكون واضح، والمقاييس أشكال سنأتي إليها لاحقا. نأخذ كل عنصر ونعطي فكرة عنه. ما هي الإحداثيات الجغرافية؟ عبارة عن شبكة وهمية متكاملة من خطوط الطول ودوائر العرض ترسم على نموذج الكرة الأرضية والخرائط. هذه هي الإحداثيات الجغرافية. خطوط الطول ودوائر العرض. دوائر العرض هي دوائر كاملة تمتد من الشرق إلى الغرب، تتوسطها دائرة الاستواء ودرجتها صفر. عدد هذه الدوائر 180 درجة، 90 واحدة فوق خط الاستواء و90 واحدة جنوب خط الاستواء. أما خطوط الطول فهي أنصاف دوائر تمتد في هذه الحالة من الشمال إلى الجنوب، وتلتقي عند القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ويتوسطها خط غرينتش ودرجته صفر. عدد هذه الخطوط 360 خط، 180 خط منها يقع شرق خط غرينتش و180 خط يقع غربه. أهمية الإحداثيات الجغرافية تحديد مواقع الأماكن بدقة على سطح الأرض والخريطة على السواء. يعني كل جسم نحدده على الخريطة ستكون له إحداثيات متطابقة نفسها على سطح الأرض. يمكن بواسطة الإحداثيات الجغرافية معرفة الاتجاهات التي نتحرك فيها. يمكن أيضا قياس المسافات التي نقطعها باتجاه معين، ويمكن باستخدام الجي بي اس قياس سرعة الحركة أو بواسطة معادلات طبعا. أيضا يمكننا معرفة الوقت من خلال الإحداثيات الجغرافية، ولهذا يتم تقسيم العالم إلى زونات فيها توقيتات عالمية. هذا السلايد يوضح مجموعة من الرموز التي تستخدم في الخرائط، وهي عبارة عن مجموعة من الأشكال والخطوط والألوان ترسم على الخريطة للتعبير عن الظواهر الجغرافية الموجودة في الطبيعة. طبعا لأنه لا يمكن أن نرسم الظواهر على الخريطة، فنقوم بترميزها بهذه الرموز حتى المستخدم يعرف ماذا يوجد عندما يرى هذا الرمز. الفرق بين رموز الخريطة النقطية الخطية المساحية مع إعطاء أمثلة. الرموز النقطية تستخدم لتمثيل الظواهر الجغرافية محدودة الانتشار، مثلا المدن، القرى، المناجم وغيرها. الرموز الخطية تستخدم لتمثيل الظواهر الجغرافية التي تتميز بخاصية الاستمرار والحركة، مثل الطرق والمجاري المائية، الحدود السياسية بين الدول، الحدود الإدارية داخل الأقطار والدول وغيرها.
الرموز المساحية تستخدم لتمثيل الظواهر الجغرافية التي تشغل مساحات واسعة، مثل الكثبان الرملية، الأغطية النباتية، المسطحات المائية وغيرها. ما هو الفرق بين الرموز النوعية والرموز الكمية؟ الرموز النوعية هي التي تبين الاختلافات في النوع فقط دون الإشارة إلى الكم. الرموز الكمية هي التي تبين معلومات وبيانات إضافية تختص بالاختلافات والتباين في الدرجة أو الكمية. وهنا عندي بالأسفل بالشريحة الرموز النوعية أمثلة عليها بالإمكان مشاهدتها، تفاصيل موجودة نفسها في الكتاب. أهمية الدليل أو مفتاح الخريطة، يوضح هذا الدليل ما تمثله الرموز والعلامات الظاهرة على الخريطة لكي يسهل فهم محتواها وتفسيره من قبل المستخدم وما تمثله من ظواهر جغرافية. فمثلا المستشفى على الخريطة له تمثيل خاص برمز معين، لابد أن يكون هذا الرمز موجود في مفتاح الخريطة ويكون بنفس اللون والشكل كي يمكن للمستخدم يعرف عندما يشاهد هذا الرمز على الخريطة يذهب إلى الفهرست فيعرف ما هو المقصود بذلك الرمز. من الضروري تحديد مقياس رسم الخريطة قبل البدء في إنشائها. مقياس الرسم يحدد مقدار التفاصيل التي تتضمنها الخريطة، ولهذا هناك أنواع متعددة من مقاييس الرسم. النوع الأول المقياس الكتابي الذي يكتب من خلال أرقام، ولدينا مقياس كسري أو نسبي، ولدينا مقياس خطي. ما هي أنظمة قياس المسافات؟ أنظمة قياس المسافات تكون إما بالنظام المتري الفرنسي أو بالنظام الإنجليزي. بالنسبة لنوع البيانات بالنظام المتري أو الفرنسي نستخدم فيها الكيلومتر والمتر والسنتيمتر والمليمتر. أما في النظام الإنجليزي فنستخدم وحدات الميل، الياردة، القدم، البوصة أو الإنج. أيضا يمكن تقسيم الخرائط بحسب مقياس الرسم، فأنواع الخريطة تكون حسب مقياس الرسم أو حسب المحتوى أو الموضوع الذي تحتويه الخريطة. فهناك خرائط ذات مقياس رسم كبير وهناك تعريفات عالمية لها من كذا إلى كذا، وهي موجودة بالكتاب. خرائط ذات مقياس رسم متوسط، خرائط ذات مقياس رسم صغير. أما إذا أردنا تقسيم الخرائط حسب المحتوى أو الموضوع فهناك خرائط طبيعية وخرائط بشرية. ما هي الخرائط التفصيلية؟ الخرائط التفصيلية التي تحتوي على تفاصيل، كما نلاحظ في هذا الشكل توجد تفاصيل عديدة. لاحظ المفتاح أو دليل الخريطة، لاحظ كل لون موجود على الخريطة موجود لون مماثل له يفسره في المفتاح، فبهذا تكون تفاصيل الخريطة معروفة تماما للمستخدم. أمثلة على أنواع من الخرائط المستخدمة، توجد خرائط طوبوغرافية topographic map، وهي الخرائط التي تظهر المعالم الطبيعية والبشرية لمنطقة ما. لدينا أيضا الخرائط الكنتورية كنتور لاين، الخرائط التي توضح مناسيب الارتفاعات في منطقة معينة، وتكون هذه المناسيب على شكل خطوط كنتورية يوضح عليها نسبة ارتفاع كل خط، وهناك فاصل كنتوري أو مسافة كنتورية بين خط وآخر. لدينا أيضا خرائط جيولوجية، وهي الخرائط التي توضح الوحدات الصخرية أو الطبقات الأرضية الجيولوجية، وتكون بحسب اللون أو الرموز كليهما للإشارة إلى مكان انكشافها على السطح. هذا مثال لخريطة جيولوجية للعراق
لاحظ بالإمكان طبعا الاطلاع عليها وملاحظة التفاصيل الموجود بها كيف تقسم الخريطة الجيولوجية للعراق. هذا مثال للخرائط الكنتورية، لاحظ توجد خطوط متوازية غير متقاطعة، كل خط له رقم، هذا الرقم يمثل ارتفاع هذا الخط فوق أو تحت سطح البحر. أيضا يمكن استخراج المساقط والمناسيب والمقاطع الكنتورية من خلال هذه الخرائط، إما بصورة ورقية أو على شكل رقمي. هناك ما يسمى بالخرائط المليونية، وهي الخرائط التي تغطي مساحات شاسعة، مثلا قارة بأكملها أو قارتين. أيضا الخرائط المليونية تستخدم مع خرائط العالم في الأطالس العالمية. مع تقدم التكنولوجيا وتطور الحاسب الآلي والبرمجيات المستخدمة في نظم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، ظهرت منتجات تقنية حديثة من الخرائط تسمى خرائط البعد الثالث 3D Three Dimensional Map أو الخرائط المجسمة، وهي الخرائط التي تمثل سطح الأرض بأبعاده الثلاثة في صورة مجسمة. ونستخدم في تمثيل هذه الخرائط عادة نماذج ارتفاعات رقمية تكون كفرشة أرضية توضع فوقها طبقة الخريطة فتشف عما تحتها، فيصبح كأنما هي خريطة مجسمة، يمكن أن نشاهد معالم سطح الأرض تماما كما هي في الواقع لكن على الخريطة. أصبح هذا النوع من الخرائط شائع الاستخدام جدا في الوقت الحاضر كما ذكرت بسبب تطور الوسائل التكنولوجية لإنتاجها. الخرائط المصورة عبارة عن مجموعة من الصور الجوية والمرئيات الفضائية تجمع معا في صورة واحدة على شكل موزائيك يغطي منطقة معينة، منطقة جغرافية، وتظهر فيها تفاصيل معالمها المكانية، بحيث تكون معلومات الخريطة مسقطة فوق الصورة، يعني تكون الصورة هجين ما بين خريطة وما بين صورة، ويتم تعديل معالم التضاريس عليها مع إضافة بعض المعلومات كأسماء الطرق والمعالم المهمة بالمنطقة، وهذه بالإمكان مشاهدتها في جوجل إيرث، حيث يمكن للمستخدم أن يظهر الخريطة كصورة فقط، كصورة فضائية فقط، أو كخريطة فقط، ويستخدم فيها هجين لخريطة مصورة كما في هذه الحالة. هذا أبرز ما لدينا فيما يخص الخرائط، وطبعا هذه عادة لأنه الجميع أخذ الخرائط في المرحلة الأولى، فهذه كانت بس مجرد تذكرة لما أخذناه في السنة الأولى. شكرا جزيلا.